سوي لجاج كاري. طيب شوفنا لجاج كاري كيف سوي. اول شيء شوفنا بهارات. طيب هذه بهارات مشكل مشكل بهارات عادي اسمها كاري بودرة. كاري بودرة اي محل انت لو حصل هذا. طيب كسبرة بودرة هذا اصفر كركم فلفل بودرة هذا فلفل اسود كمون زيت دجاج هذا اسمه كاري بطة. كاري بطة حصل هذا بقالة كامل فلفل اخضر جنجبي هذا بهارات كيلو هل مسمار قرفة طماط وبصل. طيب احنا شغل كيف كيف صار. اول شيء قطع طماطم هذا انا سوي نار طماطم طماطم لازم نشيل احمر ايه احمر شكل كويس. جاهز. طيب اسرع دقيقة سوي طبق هذا طماطم. طيب اول شيء خليه شوي بارد يجي بارد بعدين سوي خلطة. طيب شوف هذا جاهز يجي بارد انا اركب خلطة.
جرام بصل اور نص كيلو طماطم هذا عصير. كيس مرق، نص مرق، بهارات مشكل، واحد مرق، هذا برضو كركم واحد مرق، فلفل أسود شوي، كمون واحد مرق، فلفل بودرات مرقة واحد، برضو نص مرقة. قايم بين حاط
هذا هو 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 هذا هذا هو ناشف طيب انا رقم مويه خلي هذا استوى ممكن 5 دقائق كده طيب بعدين رقم كاجو كاجو انا سويت خلطه مويه شوي جاهز كاري ديجاج كاري جاهز طيب ان شاء الله تصوري هذا البيت يجي صديق جابون اي شيء ان شاء الله يجي 100 وهذا زيت مره خفيف بهارات خفيف وان شاء الله بكره ممكن بعد بكره انا اسوي ثاني طيب اوكي والسلام عليكم